ماذا لو جاء المتحف إلينا بالأعمال الفنية بدلاً من ذهابنا إليه؟ متحف الكريمر هو معرض للأعمال الفنية من القرن السابع عشر بتقنية الفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي، يمكنك من زيارة معرض افتراضي لأهم اللوحات من راحة منزلك. المتحف يحمل توقيع جورج ورايلن كريمر، وقد تمكنا من إعادة بناء 74 لوحة فنية من مجموعاتهم الخاصة كي يخلقوا تجربة زيارة متحف تقليدية من خلال تقنيات ألعاب الفيديو وبالاستعانة بأدوات عالية التقنية مثل الجوجل تيلت براش. الأخوان كريمر سيطلقان كذلك تطبيقا سيمكن أي شخص في العالم من زيارة متحفهم الافتراضي بالاستعانة بالهيدسيت الخاص بالفي آر أو الواقع الافتراضي.